لو الحكاية فيها إن فيتو تم اطلاعنا بالنقض من قبل المتهمين وتحدد جلسة النهاردة والمحكمة هتنظر النهاردة الطعن بالنقض وهنشوف ايه الدفوع اللي الناس هتتكلم فيها. احنا كمجني عليهم او مدعين بالحق المدني ما يبقاش لينا حضور او لينا تمثيل في محكمة النقض. محكمة النقض بتختص بالاحكام اللي صدرت بالاعدام او المشدد، والنيابة كمان كانت طعن على البراءة، فكلا هيدلي بداله ويقدم لفوقه وهنشوف لم يكن هذا الحكم مسيسا بالمرة، بدليل انه 21 حكم بالاعدام و28 براءة. الناس اللي خدت براءة دي بقى ليش لمن الحكم مسيس؟ لم يكن الحكم في عهد الرئيس معزول مسيس. سيدي الفاضل، يعني احنا بنقول للناس لو كان الحكم ده مسيس كان مال الإدانة بالكامل تخوفا من شباب، هم كانوا بيقولوا السبب ده متخوفين من الألتراس ومن ضغط الألتراس والكلام ده كله، فلو كان الحكم مسيس كان صدر بالشكل ده. إنما أكبر دليل إنه مش مسيس أن القاضي لما تأكد من إدانة الأشخاص دي إداهم إعدام، تأكد من موقف معين هنا إداله حكم مشدد، تأكد من ده ما عملش حاجة إداله براءة، فتنوع الأحكام يدل على إن مفيش سياسة. وبعدين سياسة في 57 جلسة، والحكم صدر في جلسة أو اتنين، ده صدر في 57 جلسة، فلا لم يكن حكم مسيس. إنما هي من ضمن الأسباب، يعني الحكم مسيس وخايفين من الأهلي وخايفين من نفوذ الأهلي، لا مفيش كلام إن خايفين من شباب الأهلي. تمام. طيب شباب الاهلي او النهارده العمليه الضغط بدا يقل والعمليه ماشيه في اجراءاتها العاديه جدا، محكمه النقض شغاله اهي، مفيش اي ضغط من شباب الاهلي، وهنشوف النتيجه ايه ان شاء الله. طب مطالبه حضرتك لجمهور الالتراس بعدم الحضور الجلسه؟ انا المعلومه دي غلط، انا لم اطالب الالتراس بعدم حضور الجلسه. تمام. انا طالبت الالتراس بتجنب المواجهه مع الشرطه. النهارده في قانون تظاهر، النهارده لازم نبقى احنا اول ناس تقدم مثل للالتزام بالقوانين، بس كنا عايزين نبقى محترمين ونبقى في دولة قانون، لازم نقدم مثل ونموذج. النهارده بدأنا هنرجع للمدرج اهو، هنشوف بقى الملاعب ودي حياتهم. انا عارف، انا متخوف من المواجهات المتكررة، انا عايز انزع الفتيل بتاع الازمة، عايز ما تبقى مجزرة بورسعيد اخر مجزرة. فحبيت ان انا بقول لهم يا جماعة مش ما تحضروش، لا طب ما في مجموعة حاضرة اهي، ولكن حاضرين بمنتهى الادب بمنتهى اللياقة بمنتهى الشياكة، مفيش تظاهر مفيش احتجاج مفيش قطع طرق، هو ده اللي انا بتكلم عليه. احضر ولكن ادي نموذج في ان انت لا بتقطع طريق ولا، وهم كده على طول، الا في الاحداث اللي هم بيتعرضوا فيها للظلم او القهر او الكلام ده كله. انا عارف. تمام. حضرتك رسالتك لاهالي الضحايا 73 شهيد والجمهور الالتراس، لاهالي الضحايا ومين تاني؟ وجمهور الالتراس. رسالتي لاهالي الضحايا ان احنا مكملين، كلمه واحده، مكملين، مش هنتنازل عن حقهم ان شاء الله، ده موضوع منتهي ما فيهوش فصال، والقضيه دي هي قضيه القرن بالفعل، هي قضيه القرن بالفعل، مش قضيه مبارك، دي قضيه القرن بالفعل بالنسبه لاهالي الشهداء، واحنا مكملين حقهم هناك. بالنسبه لشباب الالتراس يعني يرجعوا يزينوا المدرج، سنه الحياه الموت، طالما في قصاص بندافع عنه ومكملين، سنه الحياه الموت، حقنا يعني هناخد حقنا النهارده بكره السنه الجايه كمان 10 سنين يوم القيامه هناخد حقنا، ده موضوع منتهي ما فيهوش جدال، ولكن عايزين بقى ايه الحياه تسير، ما حقنا احنا في دماغنا، يعني احنا مركزين، انت لازم بس كمل حياتك، انت بتروح شغلك تروح دراستك مش كده ولا ايه؟ بس فاكر صاحبك، وبوجه لهم رساله مهمه قوي قوي قوي، انه انا عايزكم شويه ترجعوا تاني زي اول القضيه، هم فاهمين معنى الرساله. تمام.